جاني اسبر الكلمات تعجز عن وصف الجمال. جاني اسبر نجمة سورية كلنا منحبها وبتحبوا مين؟ جاني اسبر وحبيبكم مين؟ جاني اسبر هلا انا اول شيء مبسوطة اني موجودة بعرض المصمم فريد. بيستاهل انه يكون عالمي فريد ابو درع. والله يا جماعة من ناحية اخلاقه الصراحة ما عليه شيء. مزبوط يا جماعة؟ مزبوط. صداقتي مع فريد كتير قديمة، يعني من ايام 2004. فهمت؟ طب ما نعرف بس ضعف هو دعس من اول عروضه، وانا عرضت له وقتها وكنت متوقع انه فريد يكون اسمه لامع لانه هو عن جد مصمم مبدع. عكتافي في ملايكة لازم ما اكذب، الزلمة أكابر كتير أكابر، وأنا بتمنى يكون أكتر من هيك بكتير لأنه هو بيستاهل يكون أكتر من هيك بكتير. غير باقي المسؤولينها بطعميك وبنيمك أنت ببيت وما عنده مشكلة. تصاميمه رائعة، عنده خيال كتير حلو وعنده شغف بجنن. ليك هالحكي له؟ لك إذا بتقله لبل العصفور بقول لك حاضر. اليوم طبعا أنا لابس دريس من فريد. لبوس عاملة ازاي؟ أيوه عاملة ازاي؟ لا بعد عنك بارود واقف ينفجر في أي لحظة في أي اكيد. وطبعا الميك اب اليوم اكيد من ميلاد، يعني كل المبدعين حاطين اناملهم فيني. بدك 5 مقاسات اصغر راح ينفجر دحش حالك في دحش ميلاد يعني. هلو، يعني اللي بيسالوا شو سبب جمالنا مو عمليات التجميل؟ ميلاد حنون عليم الله. سندويشة شاورما وحده وبينفجر السحاب. زيني يعني ما بدي عمليات تجميل. على فكره اليوم تحديدا كنا عم نحكي، عم تقلي انه جاي على بالي اعمل، جاي على بالي. قلت لها زيني انت بعدك صغيره ومالك بحاجه. اسكر الاجيك واطفى الضوء يا او يعني بيعطيني باور. ايه دائما يعني بتقلي على شيء انا بعارضها بقى. يعني انتم شوفت عندكم هذا الجمال بده تجميل؟ عجبك هالقصه؟ ما انا اليوم طلعت فيها تقول اول مره بحياتي بشوفها، ما هي ملكه جمال. ميرسي ميرسي ميلاد، ثانكيو كثير وثانكيو على الميك اب اليوم. ما شاء الله ما شاء الله على التواضع. امام مرآتك على كتف مين بتبكي؟ على كتف مخدتي. ايه ها، ما بحب حدا يشوفني وانا عم ببكي، وبحس بينه وبين نفسه وبين الله اكثر حدا ممكن يفهم شو في جواته. انا عن نفسي انا ما يكيفنيش الا الاشكال اللي زي دي تعجبني. بتقولي يا ريت قلبي معبى ولا فاضي، هلا شو حالته؟ لا اكيد ما في احلى من الحب يعني، بس يكون الحب لشخص صح. اصلا انت احلى من كل عريضات الازياء. يعني هو الاهم انه الخيار والقرار الصح. ها، ما قلت لك من البدايه بدي حركه شغلي.